أولا الآية قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكن ميتة أو دما مسوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإلا لغير الله به. فقوله جل وعلا أو دما مسوحا ما قال إنه رجس إنما إنه حرام. الآية تثبت التحريم لما قال أو لحم خنزير فإنه رجس. والقاعدة الأصولية ماذا تقول؟ الضمير يعود لأقرب مذكور، وأقرب مذكور ما هو؟ اللحم. لأن دائما بعد إلقاء فائدة يا إخوان مهمة مما أخطأ فيها كثير من العلماء منهم ابن حزم، أعاد الضمير للخنزير حتى يشمل يقول كل أجزائه، وهذا غلط كناحية أصولية وفقهية وحتى لغوية. الناحية اللغوية والأصولية الضمير يعود للمضاف لا للمضاف إليه. الضمير يعود للمضاف لا للمضاف إليه. أو لحم خنزير يعود الضمير للحم. هو الذي قال الله عنه بأنه رجس. ومع هذا طبعا انتهينا من الدم ما يشمله، والآية في التحريم. ومع هذا الآية في التحريم، وعلى القول بأنه رجس مقصود بيعود للجميع ما في دلالة على مقصود الرجس النجاسة. والدليل على ذلك قوله جل وعلا إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. إذا قيل نقصد النجاسة، هل الإنسان إذا مس الصنم مس الأزلام هل يغسل يده وجوبا لأنه مس نجاسة؟ أو المقصود بالنجاسة المعنوية للنجاسة الحسية كقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا. المقصود المشركون أي نجاسة الشرك، أي نجاسة وإيش النجاسة المعنوية، لا النجاسة أنه إذا مس يدك يدا تغتسل، لأن لم يقل بذلك أحد من العلماء. بمعنى أنسى لو تزوج كتابية معنى هذا كلما مس صافحة يغسل يده لأنه رجس، وهذا بعيد كل البعد. فعلم أنه لا يدل فيها من وجهين، سواء قلنا بالعموم وأن رجس كذا أو قلنا بأنه هو الصواب أن الضمير يعود لأقرب مذكور وهو اللحم. الآية فيها ذكر على طاعم يطعمه. نعم. نص الآية على الأكل بلا شك. أنا قلت أول شيء هذا، قلت الآية في سياق التحريم ليست سياق التنجيز. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، الآية سيقت في بيان أن الأصل في اللحوم الحل. الآية سيقت في بيان أن الأصل في اللحوم الحل ليست إلا ما استثني فهو الحرام، وما لم يستثنى فهو باق على أصله. وكما ذكرت لكم أكثر مرة أن ابن تيمية يحكي الإجماع على هذا، وقلت لكم أن ابن تيمية يقول المتأخرين هو اللي خالف القضية، يقول الأصل في اللحوم الحرمة، والشرع يقول أنا مشروع عند الناس الأصل في اللحوم الحرمة، وهذا قول السائد العجيب عند مع ابن تيمية ينكر هذا القول، ويقول لم يقل بأحد من العلماء السابقون، إنما قول لطائفة من المتأخرين ثم اشترى هذا القول. عاد مسألة القضايا عينية ينظر فيها كما أن نوحي أخرى كالصاعق ما الصاعق ما نحن ذلك. نتكلم عن الأصول الآن، نتكلم عن أصل القضية، أصل التشريع، أصل الحكم، ما هو في الإسلام أصل في اللحوم، الأصل الحل ليس الأصل التالي. ثم عاد ما يرد من لنا من اللحوم هذه تنظر لها مناظير أخرى، ليس قضية تطبق على الأصل في مع الأصل بعد هاتك شخص يقول له هذا قد صعق. نأتي إلى نقارن مسألة أخرى، ما حكم الصاعق؟ نعم حتى حكم الصاعق في الإسلام مختلف فيه كناحية حل وحرمة بالنسبة للكتابي، أما كناحية حرمة عمل هذا مجمع عليك حرمة عمل.